بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري في صحيحه بعد ان ذكر السند وذكرنا الحديث، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي لكانت عينا جارية فوق سطح الأرض لا تحتاج إلى أدوات للرفع. ولكن لما دخل الكسب البشري والحرص قل الخير فقصرت على ذلك. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الهلاك، فإنها هنا بيتا فإنها هنا بيت الله، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، يبنيه هذا الغلام وأبوه، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام أو يبنيه هذا الغلام وأبوه، وأشار لها إلى البيت. في رواية قال: وهو يومئذ مدرة حمراء، فقال: هذا بيت الله العتيق، هذا بيت الله العتيق، واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه. قال: وقال: فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك. وهذا دليل على بركة ماء زمزم، لأنها ظلت مدة إلى أن جاءت الرفقة ليس عندها طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، فكانت تشرب من ماء زمزم مكتفية بذلك. قال: فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، قبيلة جرهم قبيلة من العرب العاربة. الرفقة هم الجماعة المختلطون سواء كانوا في سفر أم لا. قال ابن حجر: جرهم هو ابن قحطان ابن عامر ابن شارخ ابن أرفخر ابن أرفخش ابن سام بن نوح. يعني جرهم هذا قريب على ما يذكر أهل السير من نوح، الله أعلم. قال: فمرت بهم حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، طائرا يحوم حول الماء، عائفا يعني يحول حول الماء ويتردد ولا يمضي عنه، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. كانوا يعرفون المكان، مروا به قبل ذلك وليس فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء. الجري الرسول أو الوكيل أو الأجير، يعني أنه يجري مجرى مرسله أو موكله، أو يجري مرسله مسرعا في حوائجه. في رواية: فأرسلوا رسولا.
قال فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم. هذا دليل على صفاتهم الحسنة الجميلة هذه القافلة أو هذه القبيلة البيت من جرهم التي يسر الله سبحانه وتعالى أن تهوي إلى تلك البقعة كانوا في صفات حسنة وذلك أنهم ولدوا امرأة وحيدة ومع ذلك ما فكروا أن يغتصبوها على الماء أن يرغموها على أن يأخذوا الماء منها أو حتى يأخذوها هي وكانت عادات الأمم في ذلك التاريخ السبي والنهب ويعني ليس عندهم إلا ما يسر الله به من الأمن لهذه البقعة فيسر أناسا فيهم صفات صالحة نشأ فيهم إسماعيل صلى الله عليه وسلم فاشترطت هي أن الماء حقها وليس إلا أنهم ضيوف نزلوا عليها. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. وهذا يدل على يعني ما يسر الله عز وجل به من البركة لهاجر بصبرها ورضاها بالله سبحانه وتعالى كافيا وكيف أنها امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر إبراهيم بأن يتركهم في هذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد. وهي ذكرت في أمر الوادي كما ذكرنا أولا ليس به أنيس فهي تحب الأنس فتحب أن يوجد معها من هو مثلها تحب جنسها من البشر. الإنسان بيتأمل البركة التي حصلت لهاجر رضي الله عنها من خلطتها بإبراهيم عليه السلام وبسارة. يعني هاجر لها ذكر عظيم ومواقف رائعة ويكفي أن الناس كلما طافوا بالصفا والمروة تذكروا أن هذا الذي فعلته أم إسماعيل ويكفيها أنها أم إسماعيل الذي كان منه ولد النبي عليه الصلاة والسلام. يذكرون أنها كانت بنت ملك من ملوك المصريين أو غير ذلك. كم من بنات الملوك في ذلك الزمن وبنات الأغنياء يعني كانوا في ذلك الوقت أين ذكرهم أين ذكرهن وأين أثرهن في التاريخ وفي أي أمر من الأمور وأين حال القلوب. يعني كيف تغيرت كيف تغير قلب هاجر صار عامرا بالإيمان والتوكل على الله صارت قدوة للصالحين عبر الزمان في الرضا والتسليم بأمر الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى وأنه يجعل العاقبة لمن اتقاه ويفرج كرب من دعاه. فالبركة العظيمة في صحبة أهل الخير عندما صحبت سارة أولا وهبت لسارة حتى ولو كان عبدا يعني هي كانت أمة لسارة مملوكة لسارة ثم ضحى يعني ضحى سارة كما ذكرنا ووهبتها لإبراهيم ولا شك أن هذا فيه مشقة عظيمة على النفس فزادت هاجر بركة في صحبتها لإبراهيم عليه السلام. من اللطائف الجميلة أنها في الرواية التي عند الطبراني لما ناداها جبريل فقال من أنت قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم ما قالتش أنا هاجر بنت مين أبوها اسمه إيه هاجر محدش يعرف يعني مالوش ذكر ولو حتى يعودوا يذكره ليس له ذكر لكن هي تأثرها العظيم لم يكن بأبيها ولا بقومها وإنما كانت أنها أم ولد إبراهيم وذلك من البركة التي حصلت لها بصحبتها لهذا البيت العظيم القدر. قال فنزلوا وأرسلوا نزل أهل جرهم قبيلة جرهم وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها بمكة
أهل أبيات منهم، وشب الغلام إسماعيل عليه السلام كبر وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب. أنفسهم صار نفيسا فيهم، صار من أفضلهم عليه السلام. كثرت رغبتهم فيه، من النفاسة أي كثرت رغبتهم فيه، وفي مصاهرتهم في مصاهرته. وهذا يعني بداية تعلم إسماعيل اللغة العربية إذ نشأ فيهم، وهو أصل العرب المستعربة. إسماعيل يعني نسله هو أصلا اسمه، يعني اسمه حتى يدل أنه ليس إيه؟ ليس عربيا، وإنما بداية العربية في ذرية إسماعيل لما تعلم إسماعيل العربية، فيسمون نسله العرب المستعربة، يعني التي تعربت لسانا، صارت عربية باللسان، ولم يكن إسماعيل عليه السلام عربي الأصل. وإنما تشرف العرب به عليه السلام. ها؟ أصل إبراهيم سيدنا إبراهيم مش عربي، هو سيدنا إبراهيم كان لسانه عبراني، لذلك الكلمات دي كلها لها معاني في اللغة العبرانية. إسماعيل يعني الذي سمع كلام الله، إيل الرب، إسرائيل الذي يعني إما أنه أسرى به ربي على معنى كان ينتقي ليلا، أو الذي صرع نفسه لله، الذي صرع نفسه لله. قال ها زيها بس أصل المعنى كلمة قريبة من ما ذكرنا. قال فلما أدرك أي بلغ زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل رحمه الله تعالى. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يعني يصيد، خرج يطلب صيدا يطعمهم، وهذا فيه سعي يعني الأفاضل والأشراف حتى الأنبياء صلوات الله عليهم في الكسب، وأنه ينفق على أهله من كسبه. فإسماعيل كان يعمل، وإبراهيم كان يعمل، وهم الأنبياء يعملون صلوات الله وسلامه أجمعين. قال ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. قال فقالت نحن في كرب، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. الذي يبحث عن الدنيا لا يصلح لصحبة الصالحين فضلا عن الأنبياء. وقد قال الله لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يكفي في صحبة الأنبياء صحبتهم، ولذلك وفق الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لأن قلنا أفيك يا رسول الله أخير أبوي، كما قالت عائشة عندما قال لها ولا عليك إني أعرض عليك أمرا، لا عليك أن لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. علم أنهما لن يأمراها بفراقه، فكان خايف أنها تتخذ قرار للطفولة التي كانت فيها وصغر السن. سيدة عائشة كان عندها في التاريخ ده تقريبا حوالي 13-14 سنة، انها توفي النبي عليه الصلاه والسلام وعندها 18 سنه، و
غزوة الأحزاب وقريب منها، يعني نقول الكلام ده حصل في السنة السادسة الخامسة، قريب من ذلك يعني قبل ما يعني حوالي 13 سنة. السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن تشاور أبويها، فقالت: أفيك يا رسول الله أشاور أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ذلك، حتى ولو كانت العيشه كما نعلم، ما يعني كما نسمع في يعني الشهور تتوالى دون ان يوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكفي ومهما كانت صعوبه الحياه. صحبه الصالحين فكيف بصحبه الانبياء، فكيف بصحبه خير الانبياء صلى الله عليه وسلم، هي التي من اجلها قال زيد ابن حارثة، وهو قبل النبوة، قال يعني هذا كان قبل النبوة، ولكن الأخلاق العظيمة التي جبل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليها، عندما كان زيد ابن حارثة عبدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبدا عند خديجة وصار عبدا عند النبي عليه الصلاة والسلام مملوكا، وأدركه أبوه، كان العرب يسبي بعضها بعضا، فعرفوا أن عرف أبوه، كان رجلا يعني من قبيلة في اليمن، فعرف أن زيدا عند محمد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فداءه، ما يريد من المال، ويشتري منه زي ابنه ليفك أسره ليفك رقه، فقال: هو عندكم، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فلست بالذي يختار علي أحدا، يعني فلست بالذي أوثر على من يختارني أحدا، إن اختارني فلست بالذي أوثر على من اختارني أحدا. يعني الرسول إذا زيد اختار النبي عليه الصلاة والسلام مش هيسيب، وأنا فقالوا: قد أنصفت. فعرضوا على زيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا أخي وهذا عمي. فقال: وأنا من قد علمت، فاختر من شئت. فاختر اختار النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا كيف اختاروا الرق على الحرية، فأصر زيد رضي الله تعالى عنه. فمن ساعتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. أراد أن يعوضه بدلا من أنه اختاره على أبيه، فقال أنه يختار أن يعني تبناه صلى الله عليه وسلم، وقال: سمي زيد ابن محمد. إلى أن أنزل الله عز وجل، يظل هذا في الإسلام، إلى أن أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فرد إلى تسميته زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ثم كان ما وقع من أمر زواج زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الغرض أن مثل هذه المرأة التي كانت زوجة إسماعيل، التي تشتكي شدة الحال وتقول: نحن بشر، ولا تعرف قدر النعمة، ولا تنظر إلى ما حباها الله عز وجل مما لم يعطيها لغيرها، لا تصلح لهذه الصحبة. فقال فأمره إبراهيم عليه السلام أن يطلقها في الحقيقة، وقال: مريه فليغير عتبة بابه. قالوا: سميت المرأة عتبة لما فيها من الصفات الموافقة للعتبة، وهو حفظ الباب وصون ما بداخله، وكونها محل الوطء. ويقال إن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق. قال: فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. استعمال التعريض فيه خفة في مواجهة الإنسان بما يكره، وهي لم تفهم ووصلت الرسالة، فهي غير صالحة على أي الأحوال. لإسماعيل عليه السلام: قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك،
الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. وهذا من رحمة الله عز وجل أن ينظر الإنسان إلى نعم الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليها. شكر نعمة الله الإنسان أحوج إليه، أشد حاجة إليه من النعمة نفسها. إذا أعطي نعمة ولم يشكرها عاش في تعاسة وعاش شقيا والعياذ بالله، لا يعرف معنى النعمة والفضل. وإذا أعطي أقل نعم، نعما أقل، وأعطي معها الشكر والقناعة عاش سعيدا حامدا لله سبحانه وتعالى. إذن الشكر هو الذي يغير حياة الإنسان إلى السعادة. لو كان غير شاكر كان ناظرا إلى النقص والشدة يظل على الحال السيء ولا يرى فضل الله عليه. وأما إذا كان معه الشكر فأقل قدر من النعم هو عظيم عنده، يسعد بها ويفرح ويشعر أن الله اجتباه واصطفاه بها. قال فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. يعني أي واحد يعيش على لحمة ومية في غير مكة يصيب مرض، إلا ما كان ذلك في مكة. لو قعد يأكل لحمة ويشرب مية خصوصا زمزم يكفيه ذلك. قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، يعد النبل للصيد قريب من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال ابن حجر يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك. وفي رواية معمر قال سمعت رجلا يقول بكيا حتى أجابهما الطير. أجابهما الطير، الطيور عيطت من شدة اللقاء بعد المدة. قال وهذا إن ثبت يدل على أنه تباعد لقاؤهما. هو ظاهر أنه هو جاء مرتين قبل كده وإيه ملاهوش، وتزوج ومرة تانية وتزوج مرة تانية، وماتت أم إسماعيل. وهذا بلا شك يعني فيه يعني حرارة في اللقاء. ها انتظروش ان هو وران ويرجع للشام بيروح قد ايه مسافة طويلة. وامر الله عز وجل. ها؟ لا، هو في روايات بتقول ان هو كان يزور هاجر كل شهر على البراق. يقول روى الفكهي من حديث علي بإسناد حسن أن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق. الله أعلم. ها؟ لا، الظاهر الله أعلم أن قصة الذبح كانت قبل قصة البناء، لأن كان لما بلغ معه السعي. ففي الأول قبل ما يجي هنا القصة، هنا الجزء ده متعلق ببناء الكعبة،
مش متعلق بذكر ليه الذبح. الذبح كان قبل أن يسب، يعني قبل أن يبلغ، والله أعلم. والأمر اللي انت ذكرته ده اللي هو إن فين هنا قصة الذبح مما استدل به البعض على أن الذبيح إسحاق، لكن الأدلة على أن الذبيح هو إيه؟ إسماعيل، لأن الله بعد أن ذكر قصة الذبح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فكان إسحاق أصلا جزاء لإبراهيم على امتثاله بذبح ولده، على أنه عزم على أن يمتثل ذبح بكره ووحيدة. وعند أهل الكتاب إن الله يأمرك أن تذبح ابنك بكرك أو وحيدك، هو أصلا في 13 سنة فرق بين إسماعيل وإسحاق. ها؟ ليه بقى ما بيذكرش دايما اسماعيل مع ابراهيم؟ يعني دايما يذكره ان ربنا وهب له اسحاق ويعقوب، مع ان اسماعيل اول، لان هو ما كانش ساكن معاه، فهو اصلا المنه بالصحبه كانت اعظم، فبيمن عليه ان هو سيدنا ابراهيم لما ترك قومه فقال ربي هب لي من الصالحين، علشان يعوضه انه يعيش مع مين؟ مع صالحين بدل قوم دول. مين اللي كان عايش معاه؟ اسحاق ويعقوب. عشان كده ذكر دائما ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وأما إسماعيل فكان بعيد بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان بعيد في السكن بسبب ما أراد الله عز وجل من تعمير مكة المكرمة. نعم، من البر أن يطلق الابن امرأته إذا كان أبوه مثل إبراهيم، لا أعني مثله في النبوة ولكن مثله في الدين، يعني على دينه، يعني ينصح له، يأمره بذلك. لذلك لما سئل الإمام أحمد أن رجلا سأله فقال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. يعني إذا كان أبوك يأمرك نصيحة، ما في آباء يبقى بيطلب طلاق المرأة إيه؟ عند، عشان هي شايفها مثلا مش راضية ايه تسلم على اخواته التانيين، على اولاده التانيين اللي هي اخوة الرجل، شايفها متنقبة وقاعدة طول النهار بالنقاب في البيت، وهو عايزها تبقى ايه؟ تبقى عادي زي الناس كلها، يعني عايزة تقعد معاهم مع العيلة كلها وتاكل وتتفرج على التلفزيون مثلا، وبعدين هو وهي وجوزها مش راضية وهي مش راضية، فيقول له طلقها. وكذا الام احيانا تبقى مجرد الغيظ من الايه؟ من المرأة، هي متغاظة منها انها خدت منها ابنها، فتبقى عايزاها يعني تزلها مثلا، فما ترضاش مثلا او كده، او بينها وبين يعني حماتها ما هو معلوم، فيقوم تطلب الطلاق، تأمره. ليس من البر في هذه الحالة ان يطلقها، انما البر في حالة ما اذا كان هذا من باب النصيحة للولد. وهو في الحقيقة الاب والام اللي بيأمروا ابنهم بالطلاق لا لحظ الولد، ليس عندهم الشفقة والرحمة بالولد التي تستوجب ان هم يعني لحظ نفسهم يأمروا بذلك، وليس لهم مصلحة في هذا الامر الا حب التملك، الا حب التسلط، وليس هذا هو الذي يؤمر به، انما يؤمر الولد بطاعة والديه في حظهما اذا كان حاجة ترجع لهم هم فعلا لمصلحتهم، مش ان هم عشان يبقوا يسمع كلامه وخلاص، وهو المفروض ان هو يعني انما يعني يطيع اذا كان من باب النصيحه كما ذكرنا، والله اعلى واعلم. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه، شوف تفاوت الازمنه، الامام احمد علق على ان كان ابوك مثل عمر، في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه لما سئل امه تامره بطلاق امراتي فقال ليس من البر، ليس من بره بام طلاق امراتي، ما حتى ما علقهاش، لكن هو عارف طبيعة الناس في زمنه، فعشان كده قال ليس من بره بأمه طلق امرأتي. فسبحان الله. قال فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. يعني هو شرب منه روح الاستسلام، وكما كان في الذبح قال فلما أسلم وتله للجبين، فهو قال يا أبت افعل ما تؤمر، هو دائما يقول له افعل ما أمر من غير ما يعرف هو الأمر إيه. وتنظر إلى التربية العظيمة
قال إن الله أمرني بأمر يا إسماعيل، إن الله أمرني. قال افعل ما، فاصنع ما أمرك ربك، من غير ما يعرف إيه هو ولا زي ما يكون. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له هو المقام. وده احنا كنا قلنا سبب القصة كلها كانت ايه الحديث، لماذا قص سعيد بن جبير القصة؟ عشان الناس بتتكلم ان هاجر جاد بالمقام عشان ابراهيم ينزل يحط رجله عليه عشان ما يبقاش اسمه نزل في مكة، لكن الصحيح ان هذا جاء به اسماعيل ليقف عليه ابراهيم فوضعه له فقام عليه وهو يبني، واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. في بعض الزيادات الحسنة الجميلة في قصة قدوم إبراهيم على المرأة الثانية في الزيارة الثانية، فقالت انزل رحمك الله فاطعم واشرب، فقالت قال إني لا أستطيع النزول، قالت فإني أراك أشعث أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ قال بلى إن شئت، فجاءت بالمقام وهو ميدا أبيض مثل المها. هذا كما ذكرنا الله أعلم به. قوله رفع القواعد من البيت، قال ابن عباس القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك، وفي رواية عن ابن عباس قال رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. ها؟ يعني هي اصلا هي صخور تحت اساس، فرفع البناء حتى ارتفع على وجه الارض، يعني اذا القواعد دي اساسا البيت موجود، له قواعد اسفل الكعبة اوسع من البيت الحالي، أوسع من البيت الحالي. ها؟ الله عز وجل أعلم. إسرائيليات هي في من الذي بنى البيت. يقول عن طريق عطاء قال آدم يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال ابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء. بس طبعا ده ما لم يثبت أن آدم هو الذي بنى الكعبة. الصحيح أن إبراهيم هو الذي وأول من بنى الكعبة. يقول بناه بحجارة بعضها على بعض، ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا، وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت. في بعد ذلك ثم رجع إبراهيم، يقول فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة، ده رواية تانية ليست في البخاري، جاء جبريل فأراه المناسك كلها، ثم قام إبراهيم على المقام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف، وحجه إسحاق وسارة من بيت المقدس، ثم رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام. وروى الفكهي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال قام إبراهيم على الحجر على المقام أيضا، فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وفي حديث ذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجرا، فنزل جبريل بالحجر الأسود
وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرض. فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال: من أين هذا؟ من جاءك به؟ قال: إبراهيم. من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك. الله أعلى وأعلم. لكن ثبت أن الحجر الأسود من الجنة، هذا ثابت، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين وأن يرزقنا مرافقة النبيين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. لا، هو ليه اسم الحجر بس، حجر إسماعيل بن مشتى. المقام ليس لم يثبت فيه أنه من الجنة، الحجر الأسود هو الذي من الجنة.